المنتخب الوطني خاض مرانه الأخير في القاهرة، ده قبل السفر إلى غينيا بيساو استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو على ملعب استاد 24 سبتمبر في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. النادي الأهلي حقق الفوز على نادي النجوم بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب مختار التتش ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف بطولة الدوري المصري، واللي هتبدأ بمواجهة فاركو يوم 14 يونيو الجاري والمؤجلة من الأسبوع 11 من عمر الدوري. فريق مودرن فيوتشر حقق الفوز على فريق الداخلية بنتيجة 2-1 في مباراة الودية اللي جمعت الفريقين في ختام معسكر الفريق بمدينة الإسماعيلية ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز. أبطال المنتخب المصري للخماسي الحديث حقق 14 ميدالية لبعثة مصر ببطولة العالم للليزر ران اللي بتقام في الصين بمشاركة 550 لاعب يمثلون 24 دولة، وتوج أبطال مصر ب 14 ميدالية بواقع 9 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية في منافسات فردي البنات والأولاد. البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف أول عالميا للرجال الإسكواش تأهل للدور النهائي ببطولة بريطانيا مفتوحة الإسكواش اللي بتستضيفها برمنغهام، وفاز علي فرج في الدور نصف النهائي على الولدي جويل ماكين بنتيجة 3-0. البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتينج المصنفة الأولى عالميا لسيدات الإسكواش تأهلت للدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش اللي بتستضيفها برمنغهام، وفازت نور الشربيني في الدور نصف النهائي على مواطنتها نور الطيب بنتيجة 3-1. منتخب كرواتيا فاز على منتخب البرتغال بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم استعدادا لمباريات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 واللي هتنطلق 14 يونيو الجاري. منتخب الكاميرون فاز على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 4-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الظهور الأول البلجيكي مارك بريس المدير الفني الجديد لمنتخب الكاميرون. نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن تمديد عقد حارسه الألماني ستيفان أورتيغا لمدة عام واحد ليواصل مسيرته مع بطل الدوري الإنجليزي حتى صيف عام 2026. منتخب النرويج خسر أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 3-1 في المواجهة الودية اللي جمعت بين المنتخبين في فترة التوقف الدوري الحالية. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لشذي ومنا علشان نكمل معك فقرة صباحية مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك.